ابن تيمية اللي بينسبوا ليه زورا انه بتاع العنف والعداوة لغير المسلم غير صحيح. ابن تيمية كان يعادي المحاربين الاسلام اللي بيحاربوا. ابن تيمية كان ملوك التتار بيحبوه. التتار لما دخلوا بلاد الاسلام واحتلوها، القاعدة في التواريخ والتاريخ والحياة سنن الاجتماع ان المغلوب بيدخل في دين الغالب. خطوة الغالب الناس بتخش في دينه. الاسلام كسر القاعدة دي. التتار احتلوا بلاد المسلمين فاسلم التتار ولم يتوثن او يتتطر المسلمون، ما بقوش تتار. التتار للاسف، فكانوا ملوك التتار بيحبوها، بس كان فيهم لسه غشم ولسه جدد، فكانوا بيقتلوا ده يعني الدين مش عميق فيهم. فكان في ملك من قبرص، هو بيحكي بقى الملك التتار، كان في ملك قبرص وفي رساله لابن تيميه اسمها الرساله القبرصيه بعتها الملك قبرص، كان عنده اسرى مسلمين وغير مسلمين. ايوه. ابن تيميه بعت له رساله اني يرجو ان هو يفك اسر الاسرى. فالملك فاكره طائفي، فقال له حاضر عينينا، المسلمين هديه مننا ليك. فقال ابن تيميه في رسالته: والله انا عايز الكل، والله لن افرط في احد من اهل المله ولا من اهل الذمه، يا تجيبهم لي كلك يا تخليهم كلك. فاطلق اسراه جميعا. فابن تيميه بيذكرها من باب القربة الى الله، المتقرب الى الله باخراج اسرى غير مسلمين، فبيقول له ده ديننا، ان احنا ما بنتعاملش في ديننا بالتفريق. حكم من سب الرسول عليه السلام او نبيا او ملكا. نعم. هو خد بالك، سب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله في الاسلام عندنا زي سب اي نبي تاني، ولذلك من الخطا اللي بنغلطه كمسلمين الخطا ده. ايه هو؟ رسوم مسيئه للنبي عليه الصلاه والسلام، مظاهرات. جميل، حق. مظاهرات سلميه. طب روايه بتسيء للسيد المسيح عليه السلام على غير ما هو عندنا في القران. لا مش تبعنا. غلط. غلط. ربنا قال لا نفرق بين احد من رسله. وفي الاسلام اللي يقول عن السيده عائشه كلام في عرضها زي اللي يقول في السيده مريم في عرضها، حكم في الاسلام عندنا واحد. يسب الرسول عليه السلام والملائكه والقران ويعذر؟ ما يعذر يعني ايه؟ يعني يؤدب. يؤدب بايه؟ بالماده اللي في القانون اللي بتقول ان بيعمل الكلام ده، الكلام ايه يتعمل معاه؟ ما هو ده مبني على ايه يا استاذ محمد؟ مبني على القانون اللي في البلد ده ايه؟ احترمه. مش عاجبك؟ اسعى الى تغييره. طيب. نفس الحاله، انت بلد اوروبي مش عاجبك القانون، يسيب البلد، يتم تسعى لتغييره بالنضال الدستوري والتغيير القانوني، سواء عندي او عندك. النبي عليه الصلاه والسلام قال النص في الحديث الصحيح: ايما رجل امن رجلا على دمه ثم قتله. الحديث مرعب، مرعب، الناس تتامل فيه. ايما رجل امن رجلا على دمه ثم قتله فانا من القاتل بريء وان كان المقتول كافرا. وفي روايه: فيكون يحمل لواء غدر يوم القيامه. وفي ثالثه: اذا اطمأن الرجل الى الرجل ثم قتله رفع له لواء غدر يوم القيامه. وفي روايه: عند استه. أيوة. يعني عند قدرة الإنسان ترفع له لواء يقال هذه قدرة فلان. ما بالك بقى لما تأمن المسلمين، ها، وتقتله إذا إسلام حرم عليك تقتل الكافر. ما بالك بالمسلم.